شحال من واحد يكتب لي الحرف اللي مطلوبة هنايا في أوروبا، راني هضرت عليها مرارا وتكرارا في الفيديوهات تاوعي. كاين 5 حرف مطلوبين بقوة في أوروبا، وخاصة إسبانيا. شحال من واحد يكتب لي في لي ميساج تحت لي فيديوهات، في التعاليق في البريفي، سيد احمد سائق الشاحنات مطلوبه، واحد يقول لك ماسون مطلوبه، واحد يقول لك كي دايره تما الحلاقه، واحد يقول لك الميكانيك كيفاش. غادي نعاود نهضر معاكم ولا نقول لكم الحرف اللي مطلوبه هنايا في اسبانيا في اوروبا وخاصه اسبانيا. وإلا ما خدمتش بهذه الحرف هادو يعني الديفو راه فيك، المشكل راه فيك نتايا، نقولها لكم ديريكتوم. صافي خاوتي، واحد الاشهار خفيف ونعاود نولي مع خاوتي. ولهذا جيم بارطاج، والناس اللي مش راهي دايره ابوني دير ابوني. صافي خاوتي، نعاود نولو بعد الفاصل. في اليوتيوب كنت تبعو بزاف في اليوتيوب، لقيتو الشيء اللي كان يحكي فيه، والله راه كل هنا تعيشوا كيما يقولوا. بعد الصح هما يبغوا لي يكذب عليهم، يقولوا ما ودي اوروبا راهي زعما. كاين انسان اللي جا وجرب هكشي، ايوا تبدل النظره تاعو، ماشي كيما انسان اللي مازال ما خرجش ومازال ما حاجه باينه. هذيك الصح الصح، نعطيكم الصح. بليزير، انا ما نكذبش عليك. شوف انا من نهار اللي كنت نشوفك كنت نشوفك هكا نورمال، بصح ماشي في وجهك ولا يعني. من نهار اللي تلاقيت معك هنايا صافي بليزير، ربي يكرمك الناس اللي كيما انت يا اخويا، والله غير صافي بليزير. احنا نعاونوا القلالي لوصاي هذا ما كان اللي كاين نقولوا، والله غير صافي بليزير يا اخويا. ها ولا اللي الناس اللي كتتبعني راهي هنايا، والله لا تلاقيت ليهم في عام وحاجه ولا، وانا نتبعكم داير بو خوتي. ان شاء الله الناس اللي مشي كانت دايره ابوني دارت ابوني، ان شاء الله درتوا لي جام، ان شاء الله بارطاجيتو، البارطاج ثم البارطاج ثم البارطاج باش جميع الناس تستفاد. ولي لايك باش الفيديو يطلع ويستفادوا كذلك جميع الناس. بلا ما نطولوا خاوتي واخواتاتي، ندخلوا في السيجي مباشره. اول حرفه مطلوبه هنايا وبقوه هي الحلاقه. غادي نقول لكم 5 تاع الحرف، يعني الا ما خدمتش البروبليم راه فيك، روح راجع نفسك. ماشي عندك هذه الحرفه اللي غادي نقولهم لكم دروك وانت قاعد لي في الدار، خرج وحوس على الخدمه. وإلا ما لقيتش قول لي في التعاليق انت يا كذاب ولا انت كي والو. اول حرفه اللي نقولها لكم انايا الا وهي الحلاقه، ودرت لكم عليها ماشي فيديو ماشي زوج. الا ما خدمتش بالحلاقه يعني المشكل راه فيك. الحلاقه الا ما خدمتش عند روحك عند الناس، تخدم عند روحك، تشري ماتيريال، تطلق الهضره في الجوامع في اللوكوتوريو، يعني اللوكوتوريو هو التاكسيفور، تقسم لي كارت وتولي تحسن لهم في ديارهم الدور عليهم. سي خاوتي مالغري سا كنت حوس خدمه عند الناس هنايا، عند لا تخدم تخدم، هذه نديها من عندي اوفيسيال. بلا ما نطول عليكم نروحوا للحرفه الثانيه اللي مطلوبه كذلك بقوه، الا وهي حرفه الميكانيك. راني درت لكم في اليوتيوب الحرفه تاع الميكانيك كيفاش تخدم ولو ما عندكش الاوراق. حرفه الميكانيك الى كنت شيخ تخدم بدون اوراق، وفيها خلينا لرفه الاوراق هذيك ما نهضروش عليها، تقدر تحل لوكال وحدك. ومن بعد ان شاء الله ندير لكم كيفاش تحل لوكال، يعني تخدم عند روحك، وكيفاش يعاونوك كي دير لوكال، الحكومه تعاونك. صاي خوتي لوكال هو كراج، الميكانيك تخدم. ادخل شوف الفيديو تاعي تاني كذلك اللي درته على الميكانيك، والانسان تاني اللي درت معاه الفيديو هو اللي يهضر لكم على الميكانيك. الخدمه ولا الحرفه الثالثه هي لا برومبري، يعني فونتانيرو، تخدمها هنايا مقلش. وعلاش نقول لكم الحرفه راهي ضروريه؟ هذا ما يعنيش باللي الانسان اللي ما عندهش شي حرفه ما يخدمش، مي كي تكون عندك حرفه تسهل على روحك وتخدم بالسومه مقلش ويقعد يجري موراك. صاي ماشي كيما الانسان اللي ما عندهش حرفه، تقدر تخدم ولكن تخدم بدراهم معدوده، ويقدر يحاوزك في اي لحظه. صاي خوتي وخواتاتي، قلنا الحلاقه الميكانيك لا برومبري اللي تخدم وانت مقلش، ماسو
ودخل معاها البنتورة وهذا الربوج كلش، ما قلت تكون خدم عند واحد اخر في كالشركة ولا تقدر تخدم السبت والحد تشابوسة، دير انونس في الفيسبوك ولا في الانستغرام ولا في ميل انونسيو ولا في ولا بوب، انت تعرف تخدم كيما نقولوا حنايا لا برومبري ولا الماسون ولا بالبنتورة، ويعني يعيطوا لك تخدم لهم سيرتو اللي نقصت لهم في السومة. هنا القول يبغوا واحد رخيص لاخاطش عندهم الغاستوس بزاف. وضربك نروحوا الوحدة الحلفة اللي راهي شابة بالبزاف وهي لا سودير، سودير سولداديرو كيما يقول لك حنايا، تخدم مقلش خاصة في الشمال. ما يخفاش عليكم باللي الشمال راه بلاد الحديد، تخدم إلا كنت سودير تخدم وتخدم بالسومة ومقلش، 5 أيام عندك السبت والحد روبو. صاي إخواني وأخواتي، وكنا هضرنا على وحدة الحرفة ولا واحد الخدمة اللي شابة بالبزاف تخدم 10 أيام وتريح 3 أيام، ألا وهي تاع الديباناج، دير فورماسيون تاع الديباناج وتخلص حتى 1800، وإلا خدمت سوايع زيادة تلحق 2000 أورو. صاي خوتي الديباناج راك مريح في الكراج، تعيط لك لا كومباني اللي راك معاها قال اللوطو الفلانية راهي في الطريق الفلانية، النيميرو الفلانية، لا ماتريك الفلانية، الكولر الفلانية، يعطوها كاع لو رونسينيومون ولا لوز داتوس تاع هذيك اللوطو هذيك، وتروح تجيبها وتعاود تولي الكراج تاعك ريك دي اوتومونجي غيرك قاعد ويعيطوا لك وتروح تخدمها بالسومة. وكاين حيره ثاني واحد اخرين كيما الحرفه تاع النجاره تاع الالومنيوم اللي هنايا تخدمها مقلش بالسومه وفيها الدرهم وما تقعدش بدون خدمه. وسيرتو دروك راهي في اسبانيا راه كاين القانون تاع عامين بارا فورماسيون، يعني عامين الانسان يحاول يتعلم فيها لغه، يحاول يدير كاش فورماسيون اللي هضرت عليهم دروك، مالغري ما تكونش عندك حرفه في البلاد ولا تكون عندك حرفه في البلاد، تجي هنايا تقدر دير حرفه ولا تقدر تطور هذيك الحرفه تاعك خويا المهاجر. وتوجور سيد احمد خويا يبغي يعطي المعلومه ولا النصيحه ولا الارشادات للمهاجر الصالح، الانسان اللي يجي يدير هنا اللي يجي هنايا يخدم على روحه، يبوشكي لابيده، يحوس يحسن المستوى المعيشي تاعه. اصحاب المشاكل اني بريء منكم براءة الذئب من سيدنا يوسف. وان شاء الله تكونوا استفدتوا، ابوني لي جيم وبارطاج كما العاده. كان معكم توجور سيد احمد فلوغ، والسلام عليكم. كاش حاجه ولا خلوا لي تعليق ولا سؤال.